طيب عندي رول الجبنه. رول الجبنه حلو جدا وسهل وبسيط وما فيهوش حاجات كتير، يعني ما فيهوش شعب كتير للشغل. هناخد فيه او هنحتاج فيه كوسه تكون متقطعه بالطول اهي زي ما انتم شايفينها بالشكل ده، وعاملينها على الجريلا تديني المارك عشان الشكل، شكل التقديم. كمان عندي موتزاريلا هقطعها بالطول نفس الشكل ده، طماطم شيري. نيجي للطماطم شيري، تعالوا معايا كده بصوا بحتاجها ازاي. اهي تعالوا اهي بالشكل ده، بتبقى عندي مقطوعه من هنا ومقطوعه من هنا، يعني مقطوعه من الجنبين الاثنين. بنشيل لها الحرف من هنا عشان يبقى لها زي القعده، وبنشيل لها حرف من هنا عشان تبقى زي القعده، يعني بطريقه بسيطه جدا. طيب كمان عندي اوراق ريحان، عندي فلفل الوان متقطع احمر واخضر، عندي طماطم متقطعه صغير جدا من غير اي حاجه، من غير بالقشر بتاعها بس بنشيل البذر. عندي كمان هنا فلفل اسود، عندنا زيت زيتون، وعندي صويا صوص. بيبقى الموضوع رائع جدا وحلو قوي بصراحه، ضروري 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 تجربوهم برضو. وعندي عين جمل طبعا هزين بيه اول حاجه، والملح والفلفل. عندي حاجه هعمل زيت الزيتون اهو، والصويا صوص اهو، فلفل اسود يكون حبوب ونقرشه، شويه ملح مش كتير عشان الصويا صوص اساسا بتبقى حادقه. طيب عملناهم بالشكل ده، عايزه معلقه اخلطهم بيها بس كده. ده الدريسنج بتاعي، ما فيهوش اي حاجه وحلو جدا وطعمه يجنن، بس طعمه حلو قوي. يلا خليها كده. نيجي بقى للرول هنلفه ازاي، تعالوا معايا هنا. بسم الله، اول حاجه هاخد الكوسه اهي بالشكل ده. يلا بينا ناخد الكوسه، انا هنا واخده ثلاثه اهم عندي كده، وخليني اخد دي كبيره شويه اهي. الكوسه مش عامله فيها اي حاجه غير اني انا شوياها. هاخد شرايح الموتزاريلا، احاول ما تبقاش متقطعه معايا، افردها عليها بالشكل ده اهي. اوراق الريحان معلش اهو. يبقى حطينا كوسه، حطينا الجبنه الموتزاريلا، هاخد اوراق الريحان بالشكل ده اهو. ناخد كمان ورقه من المقبلات الرائعه جدا والحلوه جدا جدا جدا. هعمل كده وهعمل كده. طيب بصوا بقى، بلفهم بالشكل ده، باخد توسبيكس اهو واقوم عاملاه كده اهي، بقلبها كده. هعمل ايه هنا؟ هاخد طماطمايه في الجنب ده، بصوا بسيطه جدا، تعالوا كده خليكم جنبي عشان نبقى شايفين اهي، ودي كده بس كده اهي، طماطمايه بطريقه بسيطه جدا. هاخد دي كمان هلفها اهو بالشكل ده، هاخدها هنا بشوف اللفه بتاعتها اخرها فين، وهقوم واخده التوسبيكس واعملها كده اهي بالشكل ده. هاخد الفلفل الاصفر اهو بالشكل ده، وهاخد الفلفل الاحمر بالطريقه دي. خليني معلش اعذروني بشتغل بايديا، بس لازم عشان اعرف اعملها معاكم. وهاخد الفلفل الاخضر اهو بالشكل ده بالطريقه دي. كده احنا خلصنا الالوان بتاعه الفلفل بتاعتي. طيب حابين تزودوا اكتر واكتر واكتر براحتكم خالص زي ما تحبوا عادي جدا. خليني اشيل كلهم من هنا، اعملهم كده اهو.